في بطني. يعني ابو القفطة كذا ام يقفطوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا في فيديو جديد، حلقة جديدة عن محاكي تاجر الممنوعات. بهذا الفيديو راح نكمل فيه القصة وكنا عم نلعبه واللي عم نعمله، راح نكمله ان شاء الله بهذا الفيديو. وهلا خلينا نبلش باللعبة، ليتس جو. طبعا اول شيء نرجع نذكركم ايش هي اللعبه. اللعبه هي محاكي لتاجر المواد ممنوعه، مثل ما كان عندي هون عندي مواد ممنوعه من الحشيش وانواع ثانيه. المهم فبدنا انه اروح نبيعها، وطبعا انا مثل ما يقولوا تاجر صغير حاليا بالوقت الحالي، وعندي هي طاوله العمل بشتغل عليها بعيد ترتيب او عيد صيانه الاشياء اللي عندي اياها ونبيعها. طبعا هلا نحن بساعة الشرطة، وصلنا مثل ما يقول الشرطة تحت عم بتصيح. طبعا انا هون في عندي كم اوردر من الحلقة الماضية، خلينا نشوفهم. في عنا هذا طالب كم جرام، طالب 4 جرامات ماريجوانا، وهذا طالب كمان 4 جرامات ماريجوانا، وهذا طالب 4 جرامات ماريجوانا، وفي هون الدليفري فور فري سامبل عشوة. هم بدنا نروح نشوفهم. فمطلوب مني 4 أربعات أو 3 أربعات مارجوانا، فهون عندي 3 2 هاتون، وخليني آخذ من هون 2، أي واحد أي 2، فصار عندي 4 أربعات. راح ننزل. طبعا في حال نزولنا والشرطة موجودة لازم نكون حاضرين بشكل جدا كبير، لأن إذا مسكنا كفشنا مثل ما يقولوا، راحت المصاري وراح كل شيء معنا، وانا لازم اترك المصاري بالبيت والمالي فاضي. هذا اول طلبيه نعطيه. شلونك ايوب؟ سيك سيك، انت بدك 4 جرام، مو هي وحده هي 4. عفس الله معك، نشوفك على خير ان شاء الله. طبعا الثاني كمان قريب كانوا لعنده. خلينا نبخس مع الحيط لما تيجي الشرطة. حلو، هذا اسمي. طبعا ما بحب اني ارقد كتير، لانه اذا رقدت كتير بيتعب، واذا جت كفشتني الشرطة ما بلحق اهرب منها. طبعا اذا نعم خلصوا هذول، بدنا 4 تانية. الله عادي، روح نجيب كمان. انا مفكر حالي ما اخذ لثمانية لثلاثة، ام طلعت ما اخذ لاثنين. يلا عادي احسن، مشان نرجع الفلوس الموجودة معي، صار معي مبلغ منيح لاني يعتبر. فخلينا ناخذ من هون نص، والله هون هاتوا كل لون، مشان ايش اللون مقسم 4. طبعا انا قاسم هون جرام 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 وجرامين جرامين، مشان اذا حدا طلب عدد فردي عندي، واذا حدا طلب عدد زوجي عندي. تمام، ارجو هلا اذا بتنال اعجابكم انكم تعملونا لايك في حال اعجاب، بعثتني رسالة خلينا نشوف ايش اجتني. طبعا ارجو بشكل جدا كبير اذا بتعجبكم هاي اللعبة بصراحة، لانه اليوم ما كان في عندي شيء، او مو ما عندي شيء، كنت اصور لكم فيديو عن ارك سرفايفل. بدوش اسمه هذا، بدو منها هاي 1 2 3 4. المهم اليوم كنا عم نصور لكم فيديو عن ارك سرفايفل، فجبنا ام العيد بالفيديو، فقلنا نصور لكم نكمل لكم الفيديو عن شو اسمها، عن محاكي تاجر الحب. في شرطة اكيد، بس وين؟ يا هذا بني ادم ما كان شافني. تعال يا كلب، اقف لي جنب الشرطة. سيك، والله شي بخوف يا معلم. هذا هو التالي. طبعا حاليا صرنا نقدر نجيب الاوردر تبعنا.
وما صار تعطي تعطي الحشيش. تمام، في هلا عنا اوردر لازم نسكو. لا 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 كذا ان يمسكني يا لطيف. نعم كانوا راح يمسكوني والله. نعم يا كان راح يمسكني. اجتنا اعطاني طلبية جديدة، خلينا نشوف لنا نروح هي الطلبية نوديها. هذا ايش بده؟ بده 4 جرام كريس عشب. شو هذا اللي فري سامبل؟ اعطي شيء بسيط مجانا. فهمنا والله. في عنا 4 جرام، شو بده هاد؟ كم جرام؟ والله 4 جرام. وندفع ندفشها للزبون ونرجع. شو معلم؟ ايش اخبارك؟ ان شاء الله منيح. والله يا معلم على دمي جيتك، والله على دمي. لو الشرطة شايفتني كان سووني هريسة اللوز. هذوليك اني ما شافوني يا زلمة، تحسك حرامي. لما ابشع من حرامي انت شغلتك. لما جربت محاكي الحرامي ما هالدرجة هي. حلو، جتنا طلبية جديدة كمان نشوف موجودة. طبعا الزفري، اسمعوا الطلبية وصلت هون وهذا هون والمصاري بدنا ندفعها هون. الله يستر. مشكلة ساعة الشرطة، لو مو ساعة شرطة كان واحد عرف يتحرك براحته. أنا دوني قبل ما يجي. عن بيت المعلم ما في ولا شرطة، تخيلوا. واحد اعطيه حباية ببلاش. هو ده 4 جرام. الله ما ليفل 4 وصلنا. تمام، شرطة اخذنا. والله يا معلم انا برأي نترك الوقت لبين ما يخلص الوقت، نروح نجيب البضاعة. يعني اذا رحنا جبنا البضاعة هلا بنجيب ام العيد، ولا نروح نجيب البضاعة نجرب حظنا؟ والله لا اروح اجرب حظي، خلينا نفضيها نروح نجرب حظنا. بس خلينا نثيف في حال جبنا ام العيد يكون عنا السيفنج. تمام، اصلا في عنا اوردرين بس ما ظل عندي بضاعة اساسا انت اوزع اوردرات. نروح نشوف البضاعة. ابو الشرطة هي دوريتين. طبعا هسه ما وصلنا لمستوى متقدم. المستوى المتقدم بنصير وين البضاعة موجودة؟ هي هون وينها؟ اتوقع هو لازم تكون. هي 12. تمام، كلق لازم نسوي رجوع الى البيت. الماي هاوس بوليسيو. تمام، والله سوينا العملية بنجاح. طب هلا نروح نطلب شوية مرقوان. مرقوان اتوقع لازم نطلب، لأن صار في عنا نقص جدا كبير فيها. مو مرقوان، عفوا ايش اسمه؟ حلو، والله في عنا هون واحد بده 4 مرقوان. طيب ايش هدخل جنة؟ يعني عنا 12، فخلينا نحطهم على الطاولة. اي وحدة اي وحدة. فأول شي نكبس، شلون كنا نكبس هيك؟ نحطها هون. لا بنحطها هون.
نقول له اد 10، هي نفس اللون ما في مشكلة. بعدين نقول له اعمل ليها باكيتات، اعمل ليها 2 × 5. تمام، فاتوقع حاليا اني صاروا معي. والله كمان نضيف هاي هون، بعدين بنسوي هيك، بنيجي هي بنسوي كمان 2 × 5. تمام، حلو. هلا صار معي انا 10 × 2. تمام حلو. فحاليا هالشوط بده 6، هالشوط بده 4. حلو تمام. فاول شي هذا بده يعني خلينا عدمنا يا زلمة، والله نشف دمنا سكي. نروح شو انه يتحركوا عادي وانا ممنوع اتحرك عادي. ليكو وصلنا له. نايس تو ميت يو مان. بدك 4. حلو، هي وصلت البضاعة كمان، عم كمان نفس المكان البضاعة. طب هين ندفع له المصاري اللي له علي بالاول؟ شباب معلم، والله شرطة موجودة. باي. نروح نجيب البضاعة. سيب انه يتعب، اذا بطلت ترقد رح يضل بيتعب، اذا ضليت تمشي على مهلك بتمل. كفطني. يعني ابو القفطة كذا ام يقفطوني. الحلو انه الشرطة بتمشي بسرعة خرافية. توقع بنفس المكان رد حطها. اي والله بنفس المكان مجنون. انا سمعت مسكني الشرطة، البضاعة صارت معي. يلا اذا مسكتني فوزقنا. روح اسحب. وات 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 وات. وصلنا البيت. اش واخيرا. واو طبعا وصلنا. هلا كمان بدنا ننزلها نفضيها، بس قبل ما نفضيها خلينا نعمل اشي. شوف جيتنا طلبيات، بس اكيد جيتنا طلبيات. اوه جيتنا طلبيات كتير. هاي طلبية، هاي 2، هاي 3، هاي هون عم بيقول لي انه اذا بدك شيء ثاني. لا حاجب نكتفي نحن بهذا القدر. خلينا نروح لهون على الشنطة نشوف عنه مصاري. حلو صار جمعنا تقريبا 329 دولار، يعني صار مبلغ محترم صراحة. خلينا نفرغ البضاعة اللي معي. وحدة هون، وحدة هون، وحدة هون. طبعا انت تعالي. بنحط العشرة جرام، بعدين بنقول له سوي لي منها تعبئة جرامين، وخلينا نفضي العلبة الثانية فوقها. تمام هلا نحن عنا صار كمية منيحة، والشغل مثل ما يقول قام ماشي على قدم وساق. صراحة أنا ما راح أكمل اللعبة أكثر من هيك، لأنه في بعض التعليقات عم تيجي متناقضة، فراح أكتفي لهذا القدر. إذا عجبتكم هاي اللعبة وبدكم أكمل فيها وأرفع الليفل تبعها وأبلش أتقدم فيها، فأرجو تحطوا لي لايك وتكتبوا تحت بالتعليقات. تكتبوا التعليقات أهم من اللايك، لأنه اللايك أنا ما بهتم عليه، بهتم آراءكم وأفكاركم بهيك لعب، لأنه اللعبة شوي حساسة في هالموضوع هاد. فأرجو تكتبوا لي تحت بالتعليقات وبس. كون هون وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا من اللايك والاشتراك. سنلقاكم اليوم فيديو جديد وحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.